نصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الدفء على السواحل الشمالية الشرقية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء. كمان في فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وفي نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن منك عن أخبار الطقس، خاصة إن في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. بالفعل احنا منذ امس بنشهد ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، وبالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه خلال فتره النهار. اليوم متوقع كمان استمرار ارتفاع درجات الحراره في اغلب انحاء الجمهوريه بسبب تاثرنا بالكتل الهوائيه الجنوبيه القادمه من مناطق صحراويه، دي اللي هتؤدي لارتفاع درجات الحراره خلال فترات النهار. في كمان زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، فبالتالي هنحس بالاجواء الحاره على اغلب محافظات الجمهوريه مرورا بالوجه البحري القاهره الكبرى حتى محافظات جنوب البلاد، فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه درجات الحراره فيها بتتراوح ما بين ال 25 وال 26 درجه مئويه فتره النهار، فبالتالي الاجواء عليها مائله للدفء على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. خلال فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصة في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، رغم أن درجات الحرارة فترة الليل بدأت ترتفع عن الأيام الماضية، لكن لسه بنحس بالأجواء الباردة إلى المائلة للبرودة خلال فترات الليل. احنا متوقع صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى ما بين 19 و 20 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن كمان اليوم متوقع يكون في نشاط للرياح في أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى الوجه البحري السواحل الشمالية. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس فترات الليل وفترات المساء بانخفاض درجات الحرارة، سرعات الرياح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، هيكون مثير لبعض الرمال والأسبة في الصحراء الغربية، يعني مش المناطق الداخلية الحمد لله. لكن غدا متوقع معانا استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وهيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة لأن في منخفض جوي خماسي موجود في الصحراء الغربية هيأثر علينا. المنخفض الجوي ده هيكون معاه طبعا نشاط للرياح مثير للرمال والأسبة في أغلب محافظات شمال البلاد، يعني غدا هيكون في أسبة ورمال مسارة على القاهرة الكبرى، وهيكون ذروة الارتفاعات لأن كمان هيكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية فترة النهار. كمان متوقعين مع مساء الحد إن شاء الله يكون في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من الجمهورية، هيكون معاها أتربة ورمال مسارة، وهيكون معاها كمان سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ممكن تكون أمطار رعدية لأن هيكون في سقوط أمطار خفيفة متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من سواحل الشمال الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وده هيكمل معانا الأمطار لحد يوم الاثنين، لأن كمان متوقع يكون في انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الاثنين حتى نهاية الأسبوع. وإحنا أكيد بنتابع مع حضرتك بشكل يومي كمان حالة الطقس بالتفصيل. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة متوقعة النهاردة، هنبدأها من القاهرة والعظمى 32، الصغرى 21، العاصمة الإدارية 32 21، الإسكندرية 26 18، العالمين الجديدة 23 17، مطروح 25 13، دمياط 28 18، بورسعيد 23 17، إسماعيلية 23 17، السويس 32 18، العريش 27 17، كاترين 27 8، طابة 32 18، حلايب 29 24، شلاتين 30 23، شرم الشيخ 35 21، الغردقة 34 21، الفيوم 35 22، بني سويف 35 22، الوادي الجديد 36 18، اسيوط 37 23، سوهاج 36 23، قنا 37 23، الاقصر 38 24، واخيرا اسوان 38 23. نخلي بالنا النهارده لان في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، كمان في بعض المناطق اللي هيكون عليها رياح مثيره للرمال والاتربه، نخلي بالنا، وكمان هي مستمره معانا لبكرة إن شاء الله.